فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة طهرت من حيضها ثم تناولت حبوبا لمنع الحمل ثم عاودها الدم، وتقول إنه ليس بدم عادة، فماذا يلزمها حيال ذلك؟ وش اللي يدريها أنه ما هو بدم عادة؟ هي اللي لخبطت وهي اللي تلاعبت وصار الدم ينزل بغير انتظام، هو دم العادة ما في شك. نعم فضيلة، لكنه ينزل بغير انتظام، دم عادة ينزل بغير انتظام لأنها لخبطته. نعم.